شوفنا صغيره بالعكس، ما حاشيش بوحده كبيره فهمتي، ليه نحبها صغيره، نحبها صغيره باش ندللها باش شوف نعيش تكبر. هذيك عباره صاحبي صاحبتي فهمت، ما حاشيش يعني مش نلوج على مراره باش تجيب باش طيب لي وتغسل لي وتنظف لي. ليه 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 قلت لها حاجه واحده، ربي كي بنتي تعيش مدلة باش ندلل. العرس في سبتمبر نرجع شيء ان شاء الله. اي صغيره عمرها 20 فوتها ب 30 سنه تقدم بلادي تونس بطبيعه. تقدم بلادي الثاني ولا الاول؟ والله تقعد تولي الثاني خاطر فرنسا عطتني اكثر من تونس. اي تجينا هيش اما خير فرنسا ولا تونس؟ فرنسا خير. علاش قلت لي فرنسا خير؟ في كل شيء نواحي الكل، في الخدمه في الفلوس في الاقامه في الدواء في لي سوان. في فرنسا تبدا حتى بطال ما تخدمش يدوك بلاش، تركب فمك بلاش، يعطيوك شهريه ما عندكش باش تخلص كريك يخلصولك. ماهيش بلادك ودوله مسيحيه ما همش مسلمين. انا راه في تونس في بلاده كيفاش قاعد يعيش. كيفاش خرجت لفرنسا؟ انا خرجت صغير، انا عملت كولوت لير في الحمامات عام 87 وقت اللي كانت الدنيا الدنيا، وبعد تعرفت على مرتي قاوريه في جربه وقفزت. كيف تعرفت عليها؟ والله بزنس مش نقول لك. كيفاش بزنس شو قلت لها؟ بزنس في جربه وقتها كانت فما قاوريه. كيفاش تفهم بزنس؟ عندهم كونفيونس فينا، ما كانش تيروريزم وما كانش الشيء هذا اللي وسخ تو العرب. كانوا يحبونا، كانوا يحبونا، يحبوا الاسمر ويحبوا لو اني توليت ابيض. لا وليت حتى انا جيت نقول لك اكس ابيض. يحبوا الاسمر ويحبوا الكلتور نتاعنا ويحبوا المود في نتاعنا والماكله وجونا واحنا ضحاكه ماناش. شهلوله هكا. يعطيك الساحه. توا خافوا من التيروريزم. اللي يقتل يلقوه عربي، عربي كرهوا العرب ولاو خايفين. رغم هذا شوف ما سكر البيبان في اوروبا. صرت تونسي عند المقطع، خلينا نقولوا فرنسا ما دامك تسكن في فرنسا، كيفاش ولات؟ والله احنا عز ناس، هذه الحاجه اللي فينا باهي بكل صدق. يحبونا. والله يحبونا. بارابور المغاربه والجزيريه ليه؟ احنا محبوبين. ومش حتى في فرنسا، في المانيا، في انجلترا يحبونا. علاش؟ علاش خاطر ليه؟ التونسي كي الحوته ما تشدوش. ويخلي ديما بلاصه نظيفه، كعبتين وكعبه راهم اللي خمجوا معناتها نقولوا احنا تبعوا في دومين اخر. اما التونسي يحبوه. علاش؟ لباس ضحاك بيان ايديوكي وعندنا ثقافه احنا قارين. هذيك الحاجه اللي يلقاوها حتى الاخرين المغاربه والليبيه والجزائريه قارين معناتها الناس الكل قارين. مش كيفنا مش كيفنا. هما الفرنسيس يحبوا ليليغونس في الراجل في المراه، يحبوا الانسان لباس نظيف. وهذه حاجه فينا احنا نتفوقوا بها على المغاربه والجزائريه. ما عندهمش هم. كيفاش ما عندهمش؟ حتى كي يلبسوا ما يعرفوش يلبسوا، مش كيفنا احنا. احنا متسميت احنا من اللي حالين عينينا في تونس نتبعوا في الطلاين وفي اليهود وفي العالم كيفاش في الذهب وفي اللبس وفي كل شيء. ايه لبستك هذه مثلا تسميها اليغونت ولا لا؟ هذه نتاع كل يوم. نتاع كل يوم نتاع تونس. ماشي نقضي غدوه مروح. نتاع تدور في الحومه. نتاع باش ندور في الاسواق وباش نقضي نتفتف ونقصد ربي. ايه هكا هو. هكا خذيت خاطب. ايه ورينا عامل هكا الكاميرا تاع تونس، حاجه تاع تونس. ايوه هاكا فيها كم تاع الامريكي. ايه مزيغ مال حاجه بلادي. اه والله صح. لا وينك؟ ايه قول لي نرجعوا لموضوع مرتك. قلت لي بزنستها. بعد ما بزنستها شنو صار؟ عرست بيا وبعثت لي قصه تربي. والله كان قول لي ما قلت لك التونسي وحي. لا فما حب زاده مو زاده. احنا شوف شعر الاصفر وعينين الزرق فك ليبوك هذيك. وانت عاد وما يطلبوش ما تطلبش عليك راه ما تتشرطش يا اخي. انا ما يومي حبتني ناخذ تونسي. وكانت تحب امك بعد ما معناتها بعد ما تعرفت على المراه هذه قلت لها راني مش عارس بها، امك شنو قالت؟ قالت لي وليدي تدخل الاسلام. يا زعما تستسلم. دخلت للسلام. دخلتش مالوغوزمون. مازلت توا. لا لا كاو. شنو ديفورسي انا توا؟ انا توا بيان سور جيت نلوج في بلادي. باش نتوجك اسمعني باش نتوجك قصة حب هكا ناجحة. ليه ليه ليه؟ خاطر جبت منها زوج صغار بناتي ما شاء الله. ربيتهم تربية تونسية. ما كتبش المكتوب وانا بحكم كانت عندي خدمة ديما نعمل ديبلاسمونات لبرا في اوروبا نعمل لي زوفيرتيغ نتاع لي زوتيل نغيب برشا فدت. فدت. جيتي با ستابل. فدت. دونك مشينا لاميابل كل حدا على روحه ونحب بلادي انا. وانت قعدت تحبها حتى بعد؟ اي قعدت وني اون كونتاكت يعاود تحياتها وكل شيء ما تنساش. اي في سبتمبر باش تجي تحب امي ياسر. اولا ونعاود تحياتها تحب امي تحب اختي قالت لي باش نجي. قلت لي تحب تونس خاطر قعدت معايا في تونس. قلت لي ما نكذبش عليك نحب بنت بلادي. توا بنت بلادي. هي ورجعت بنت بلادك. لا مش اللي يجيز لازم بنت بلادي تكون عندها تبدا عندها مونتاليتي شويه لوروبيان متفتحه شويه شويه تونسيه تساعدني فهمت.
خاطر توا لي زوروبيين ما عادش كيما قبل، حتى هما زاد تبدلوا راهو العالم كله يتبدل، مش كان توا نعرف انا الوف تونسي يجي ياخذ قاوريه ومن بعد عامين ثلاثه يعمل اوراق ويهرب، ولا ما عادش يحبوا ياخذوهم. تقول لك توا يعمل اوراق يهرب يخليني بصغير، مش نفس العيشه كيما قبل. بنت بلادي خير توا. فزدوا عليك توا تونس؟ لا انا ما فزدوش عليا، انا قديما عاد خرب 30 سنه في باريس، انا شكون باش نفزد عليك؟ لا 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 خرجت صغير وخرجت عمري 18 سنين. في رحله البحث على وحده تونسيه توا. وحده تونسيه باهي باهي. وقتاش انا فرحوا والله يعني لقيت شكون؟ اسمع سيدي عيش على مبروك. ان شاء الله ان شاء الله. وقتاش الخطبه؟ وقتاش العرس؟ العرس في سبتمبر نرجع لشيء ان شاء الله. صغيره عمرها 20 فوتها ب 30 سنه ما شاء الله. اي وكيفاش قنعتها؟ شنو قنعتها؟ قلت لها حاجه واحده، نربيك يا بنتي تعيش مدله، باش ندلك. صار انت من جماعه نربيك نربيك تحت ايديا. ربيها ربيها خاطر عنده زبنات ربيتهم. انا نحب طفله صغيره بالعكس، ما حاشيش بوحده كبيره فهمتي؟ ليه نحبها صغيره؟ نحبها صغيره باش ندللها باش شوف نعيش تكبر. هذيك عباره صاحبي صاحبتي فهمت؟ ما حاشيش يعني مش نلوج على مرارة باش تجيب باش تطيب لي وتغسل لي وتنظف لي. ليه 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 نحب عندي نحب تولي عندي صاحبك اللي نشيخ عليها في الدار فهمتني؟ نخدموا الزوز نروحوا الزوز نمشيو للجيم نمشيو بيسين نفتقوا فهمت؟ بما انا عندي انا ديزكسبيريونس. باش تعملوا مع مرا زاد اكبر شويه من 20 عادي معناها. لا مي انا ما يفرقش لي. يلا غالب هذيك هي اللي حلت في عيني كاش تحبوا دار مو مفتوح. معناتها اي فوالا. فوالا وقصرينيه. اي ان شاء الله ربي يخليها لك وتحيه لجماعه القصرين. اي اي دونك هذا كاهو جيت حكينا شفتني كل شيء فوالا دونك نرجع في سبتمبر سالت على الوراق خاطر تو صعب. مرياج صعب ياسر ياسر مي الحمد لله انا عامل فرونسيزاسيون دونك نبدل اسمي واللقب تاعي فرنساوي كومبليتمون. نكرت في اصلك؟ اي شنو نكرت في اصلي؟ انا ننكر مش في اصلي انا الا في ديني ما ننكرش. يا ودي يهديك يهديك. شنو اسمك ولا؟ وريني وريني. انا بدلت كل شيء باش ما عادش يروح بيا حد. غاغيان غاغيان وعلي الاسم هذا وكان جاي حتى اسم يصلح يختاروا لك يختاروا لك قري هكا بيان سور نو ياسر هذاك امريكان هذاك هذاك لقب دارج برشا هما يختاروا لك برجو لي اسم تونسي وحده. ايش اسمك بالتونسي؟ اسمي فتحي. فتحي علاه ما خليتش فتحي؟ شوف كي تمشي تقدم سي في خدمه يشوف لك اسمك يقول لك تنعيطوا لك. كيت مشكل مش مشكله مشاكل سيرتو بعد الضربه نتاع الواتر سنتر في امريكا هذيك في 2001 بصفه عامه شو باش تخدم؟ باش تمشي تخدم في البوبيل وفي البني وفي الزبله؟ انا قاري كولوتيليير وعمل فورماسيون نمشي نخدم نحب نخدم خدمه عالمي. خلينا نقولوا تخليت على هويتك. هويش ما عندي فين الهويه ديني ما تخليتش عليه. انا اقول لا اله الا محمد رسول الله شيمني في الهويه. هي ما اسم انا غدا تعطيني اسم دافيد نحمل اسم دافيد ما على باليش. اسمك داخل في هويتك نوعا ما. انا نهارت اللي باش نروح ديفينيتيف انا نهارت اللي باش نروح ديفينيتيف في تونس. في تونس اللي يعرفوني يعرفوني فتحي. هذه وراك باش تقعد في فرنسا. باهي اوكي ما يعرفني حد انا كان ابار فاميلتي. هذه وراك نعيش بها في الاوروب. عملتها باش نزيد ظروف تتحسن باش نزيد نشيخ اكثر في برشا حوايج شيختني. رحت باش نروح لتونس ديفينيتيف ناخذ انتريتي. شكون باش يعرفني انا شكون اسمي وشو شكون نعمل انا البر؟ باش نروح نشد بلادي انتريتي يجيني الشيخ الناس كل صحه فتوح وينك فتحي؟ برجوليه ما عادش تعمل تو الفرونسيزاسيون نحاوه. انت اسمعني من جماعه القوريه ما كان لي بوك ولا الجنسيه ما كان لي بوك حلت معاك حلت خاطر الناسيوناليتي تو حكيتها فارغه في الاوروب. ما تقضيش ينجموا يفكوها لك تروح. باهي داكوغ. باهي شنو جيت تعمل لهنا؟ والله جيت نطلع على امي وجيت حبيت عندي ملي خرجت تصور عندي قريب 30 سنه ما عادش رمضان انا في تونس. حبيت رمضان في تونس؟ حبيت رمضان في تونس مع امي وبما ان اخواتي عندي خويا في المانيا زاد ما يجيش واخت واحده وزيد تعرفت على قلت لك عاد على المراه حبيت نشوفها مني ليها فهمت؟ صار انت تعرفت عليها فيسبوك؟ اي فيسبوك تعرفت عليها فيسبوك اي تحت بها هكاك. والله لقيتها فيسبوك والله العزيز بعثت لها قلت لها كتبت لها انت باش تولي مرتي التو تقولها لي وانت اسمعني ظهر لي جونغ جبتها سي بون معناتها مستويه من الكلمه ذيك. كلمتني قلت لها انت باش تولي مرتي انت. اي وتو هاي باش تولي مرتك ان شاء الله. قعدنا نحكيو ان شاء الله ان شاء الله. قلت لها تو نجي نورمالمون ما عنديش ما نجمش نجيب بريود كيما هكا. اي قبلت اي عجبتك ولا اون فاس؟ عسل الدنيا هاي عسل.
ايه ان شاء الله، ان شاء الله نسمع عليكم الاخبار الطيبه ان شاء الله، وتكتب لك ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله. انا رانا برشا توانسه تخرج من تونس تمشي تشجع توانسه اليوم باش يعيشوا في فرنسا. تشجع التونسي وكان نقصد ربي قسما بالله العزيز يا ولدي، بلاش ورق راكم تنجموا تخدموا، فما اللي خدم تخدم في العنب، تخدم في الطماطم، تخدم في المرشيات. انا في باريس التوانسه كلها بلاش ورق تخدم. انا نعرف التوانسه عندهم 8 سنين بلاش ورق، ويخدم في المرشي وفلوس ولهنا لاباس عليه ويبعث. فما الخدم ويعكعك. شوف حاجه الوحيده في اوروب ما تحطش ساقيك في المشاكل، وين فما الحاكم، وين الغبره، وين الدروغ، وين المشاكل. تتعيش. انا نعرف بنات تخدم حجامات توانسه، بنات حرقت تخدم حجامه وامورها واضحه، يخدموا في الميناج، ينظفوا عند العزيز، موجوده اللي خدم. اما انت ما تحطش وانت تحط روحك تلقى روحك. كل انسان مهندس حياته، انت تبني حياتك سيتو.